بدير انا بدايه معرفتي بو، انا جيت من النادي الاهلي، كنت في ناشئين النادي الاهلي، وجيت سنه 78 في نادي المنصوره. تعرفت بالكابتن بدير وانا كنت قاعد في مصر، هو كان بيجي لي في ايام الفترات بتاعه الايه المنتخب، يقعد معايا وبتاع وكده، وكان معايا بقى في الفرقه كابتن بدير، من الشخصيات المحترمه جدا، لعيب عالي جدا، كان سابق عصره بصراحه، يعني كان من المساكين او من المدافعين اللي سابق عصرها. كان الكابتن بدير طبعا له مكانه في فريق نادي المنصوره، وبناء على نادي المنصوره كان بيتاخد في المنتخب على طول، وكان مكانه موجود، ومن الشخصيات المحترمه ومن الشخصيات اللي هي فاهمه. الكابتن بدير كلاعب كوره ما حدش يقدر يتكلم عليه، تاريخه واضح وناصح، وطبعا تاريخه هو اللي بيتكلم. الماتشات الدولية لعب عدد كبير جدا من الماتشات الدولية، كان في منافسة كبيرة بين اللي في مكانه من الأهلي والزمالك والمحلة والترسانة والإسماعيلي والمصري، كانت فرق كلها ما شاء الله فيها نجوم. كابتن بدير كان ثبت نفسه وكان من الناس الأساسيين في منتخب مصر، ده بالنسبة للكابتن بدير كلاعب. كابتن بدير أنا اشتغلت معاه في نادي المنصورة الموسم اللي قبل اللي فات، كان هو ماسك مدير قطاع الناشئين وانا كنت نائب مدير قطاع الناشئين. الكابتن بدير كتدريب عالي جدا، فاهم، منظم، بيمشي على سيستم معين، يعني ما بيمشيش اي حاجه، له نظره في 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 قطاع الناشئين، وكان له بصمه، وكان لنا وكان عامل خطه ازاي نرتقي بنادي المنصوره وننتقل من التدريب للصناعه. يعني كان وجهه نظره ان احنا ما عادش بقى فيه ان انت تدرب، عايز ان انا اصنع لعيب، والكره دلوقتي صناعه. فهو كان له فكر عالي بصراحه، لكن الظروف في النادي ما كانتش، مجلس الاداره وبتاع وكده، وكان في خلافات مع الكابتن بدير، لأن الكابتن بدير كان كشخصية ما 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 فيش حد يعني، هو طالما بيشتغل مش عايز حد يتدخل في الشغل بتاعه وهكذا. كابتن بدير من النوعيات يعني الحمد لله له تاريخ وله اسم، وكإنسان بقى حدث ولا حرج، إنسان كويس جدا، ما بيصلي، عارف ربنا. تقول ايه للكابتن؟ الكابتن عماد الغندور يعني شخصية من الشخصيات اللي انا بحبها، يعني لانه يعني انت عامل ايه مع الناس دي كلهم؟ بسم الله ما شاء الله بيتكلموا بسلاسة جدا عليك، وبيتكلموا بالكلام طيب، والامور ماشية الحمد لله. لا الحمد لله، ده بفضل من عند ربنا. ما الحمد لله، حب ده من عنده هو. حب ده لا يضاهي مال طبعا، هو ده اللي احنا عشنا من اجله وعايشين عليه. وواضح من كابتن عماد ان علاقتنا ببعض علاقه اخويه ولا جذور ولا حدود، يعني مش علاقه سطحيه طبعا، لا فيها عمق شويه. فانا بشكره طبعا على الشهاده اللي ربنا يدوم عليكم المحبه دي. الحمد لله. لو قلنا بيدير المنتخب، انت تفتكر مين المدرب اللي هو ضمك اصلا لمنتخب مصر؟ هو انت قلت لي نونجوفيتش. نونكوفيتشي. مين كان معاه مدربين المصريين؟ كان نونكوفيتشي و تقريبا الكابتن شحته اسماعيلي.